أحب أنا أصدقائنا ومشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، برحب بكم حلقة جديدة من برنامج بث مباشر لقناة الكارما. يسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا ضيف عزيز علينا جدا في قناة الكارما، ورب استخدمه في وسطينا قبل كده أكتر من مرة، وهو الأخ سامي غبريال. أهلا وسهلا بحضرتك يا أخ سامي. أهلا يا أخت منى، أهلا نشكر ربنا لوجود حضرتك معانا النهاردة. تعيش. شكرا. ويمكن موضوعنا النهاردة أحبائنا المشاهدين عن آراء وقضايا، وإحدى الآراء والقضايا المهمة اللي إحنا نستنى نتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة هو قبول الآخر. فخلونا نستمع الموضوع النهاردة ونشوف الرب عايز يتكلم لينا بإيه ويغير فينا إيه، وبعد كده وقت الخطوط ما تتفتح نستمع لحضراتكم ولأسئلتكم. برحب بيك مرة تانية أخي سامي، ويمكن موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، لأنه يعني بنتواجه بيه كل يوم في حياتنا، انه في حاجات كتيره بنتواجه فيها، ان انا اقبل الطرف الاخر، وايه الفرق ما بين القبول، ان انا اقبل شخص وان انا اكون بحبه لكن مش بساير التيارات اللي ماشي فيها او الافكار. فموضوع كبير جدا نفسنا نتكلم فيه النهارده. لو نتكلم في البدايه، ما هو مفهوم قبول الاخر؟ الاول اعرف حضرات المشاهدين المحترمين وحضرتك من هو الاخر. الاول الاخر هو ببساطة شديدة الشخص اللي مش هو أنا، يعني حد تاني غيري. والحقيقة في نوعين من الاقتراب من الفكرة دي: نظرتي أنا للآخر ونظرة الآخر لي. الآخر البعض يتعامل معه على أنه هو من يختلف معي في الجنس، فيوجد رجل وامرأة، ذكر وأنثى، ويوجد من يختلف معه في الجنسية، فمثلا المصري ينظر إلى الأمريكي، أو الإسرائيلي ينظر إلى الأردني، أو اللبناني ينظر إلى السوداني، وهكذا. وبعدين في نظرات أخرى تعتمد على موضوع السن، فارق السن، فيوجد صغير وكبير، والمستوى المادي والمستوى الاجتماعي. والديانة دي أكبر حاجة الحقيقة، فمثلا تلقي نظرة المسيحي للمسلم، ونظرة المسلم للمسيحي، ونظرة الهندوسي للبوذي. ومش الديانة بس، النظرات ومواقف الناس من بعضها، زي مثلا الطائفة، الاختلاف في الطائفة، فمثلا تلاقي أرثوذكسي وكاثوليكي وبروتستانتي، وتلاقي الشيعة والسنة، ده بينظر لده ايه بأي فكر، هو من يختلف معه في كل هذه الأمور، في الثقافة، في المستوى الفكري، في الديانة، في الطائفة، في أي حال. والشيطان عدو النفوس، بالإضافة إلى ما أحدثته الخطية في البشر نتيجة السقوط، سقوط أبوينا الأولين آدم وحواء، عمل نوع من التخريب في الطبيعة البشرية. والفكرة بتعتمد عند الشيطان وميولنا ورغائبنا كبشر، ان احنا بنبحث عن حاجة نتعلق بيها، نبين فيها للآخر اننا افضل منه، وبما انه هو مختلف معايا اذا انا برفضه واحاول اغيره يبقى زيي، وان ما كانش زيي او مشابه ليا فانا بكرهه وببغضه. الاستراتيجي بتاعته، الاستراتيجية بتاعت الفكرة دي لأي شخص وآخر في العالم كله مش في منطقة واحدة، بتعتمد على تضخيم السلبيات في نظري وتقليص الإيجابيات. يعني أنظر لهذا المختلف معي وأقول إيه هو يكون عنده أسهم أعلى في الموضوع الفلاني ده، هو أفضل مني في إيه، وأحاول أني أقلل الأمور التي يتميز بها هذا المختلف اللي هو مش أنا باختصار، وأحاول أن أنا أضخم سلبياته. وهنا ظهرت يا أختي فكرة العداوة الشديدة بين الناس. ما كنا نتصور أن يكون مثلا في صراعات بسبب الموقع الجغرافي، يقول لك صراع الجنوب مع الشمال، والغنى والفقر، حتى لون البشرة. سمعنا عن موضوع التمييز العنصري في بلاد زي أمريكا وزي جنوب أفريقيا ومناطق كتيرة من العالم بسبب لون البشرة، هو أنا ماليش دخل في لون بشرتي،
أنا ما عملتهاش. وفي ناس عندها الحاجات ديت وظهرة جدا بطريقة واضحة جدا. يصل يا أختي فكرة رفض الآخر وإلى درجة الإيذاء النفسي والبدني، ويتصاعد الأمر إلى درجة القتل. ما أبشع هذا الموقف للناس، إن واحد يقرر إنه ينهي حياة الآخر مع إنه هو ليس مانحها أو هو ليس مصدرها. يعني من أعطى بنو البشر الحياة؟ الله تبارك اسمه جل شأنه وعلت قدراته. الله هو اللي اداني الحياة، ولأني أنا مختلف معاكي قررت أني أنهي حياتك. فهذه بغضة شديدة، وهذا عدم فهم أو عدم تقدير. أنا لو كنت أملك حاجة وباخدها يبقى يمكن أقول عندي بعض الحق. فهذه الأمور شنيعة جدا. ما نريد أن نحاوله النهاردة، نحاول قدر الإمكان، ليس بسبب دافع نفسي اجتماعي سياسي، لكن لسبب روحي كتابي. أي. كلمة الله. فإحنا عايزين المشاهد الكريم أنه ينتبه إلى هذا الخطر الكبير. ودي نقطة مهمة عايشة أقف مع حضرتك عندها يا أخي سامي، سر المقاطعتك، أنه حضرتك بترجعنا لنقطة مهمة. من هو مانح الحياة؟ مين اللي خلقنا مختلفين أصلا؟ بالضبط. يعني هو الله له كل الإكرام والتعظيم. الله هو اللي خلقنا مختلفين. بالضبط. هو اللي خلقنا بجنسيات مختلفة، بلغات مختلفة، ذكر وأنثى، وشعوب مختلفة زي ما حضرتك قلت في موقع جغرافي. بالضبط. فأنا مين عشان أدي نفس الحق أن أنا بالضبط. أبغض وأكره، وأن أنا أرفض شخص تاني، ويتصاعد العنف حتى القتل زي ما حضرتك قلت، أن الله وحده هو المانح الحياة، وهو أي. اللي يعني من حقه يسترد هذه الحياة، لأن دي وديعته. بالظبط. مفيش انسان من حقه ينهي حياه انسان اخر تحت مش فكرة اي مسميات او يعني تحت اي يعني صراعات او يعني عداءات. انا قلت اقصى حاجه بيعملها المختلف، المختلف مع الاخر يحاول الاول انه يعنفه او يسيء اليه او يستخف به او يستهين به، ويحاول انه يجبره على انه يتغير ليكون شكله. أيوة. فمثلا واحد عايز كل الناس تبقى زيه في عقيدته او ما يفكر فيه او في ديانته، والا يعني يقرر انه يوصف تصفيته الجسديه وهكذا. فالاختلاف يثري التجربه الانسانيه. فمثلا اختلاف الذكر عن الانثى اوجده ربنا. مين اللي خلق الست ست؟ الأنثى أنثى، المرأة مرأة. ومن الذي خلق الرجل رجل؟ الذي صنع هذا هو الرب تبارك اسمه. فالاختلاف جعل تأسيس بيت مستقر محترم زي ما كده بيقولنا في سفر التكوين. بالضبط. من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. ذكرا وأنثى. لابد من الاختلاف هنا، اختلاف الجنس في الزواج، راجل وست، وهم مختلفين في كل حاجة. فالاختلاف مثلا في الدول، دول مختلفة، ثقافات مختلفة، مستويات مادية واجتماعية وثقافية وفكرية. ما أروع قبول الآخر إذا ما فكرنا بهذه الطريقة. الآخر صنعه الله، والآخر حر في أن يختار ما يشاء والحياة التي يريدها. أنا أحاول أن أساعده ليعيش حياته بأفضل طريقة ممكنة، وأحاول أن أدخل السرور إلى قلبه، وأحاول أني أكون سبب بركة وسبب معاونة له. فالاختلاف حاجة جميلة، الله أوجدنا شعوب وقبائل وعائلات وأسر متفرقة وأمزجة وطباع مختلفة، لكن في حاجة عظيمة الله أوجدها لما لقى الإنسان ساقط، أراد أن يوجهه إلى حياة روحية وعلاقة روحية وأخلاقية محترمة، فأرسل ابنه الوحيد إلى العالم علشان يبين لي طريق السعادة المثلى، طريق السعادة والهنا في إني أنا أضبط حياتي على مع أعظم شخص هو الأوجد. أنا دايما بقول التشبيه ده في الهندسة الميكانيكية، درسونا زمان
ان آلة الاحتراق الداخلي في اي موتور اي محرك بتشتغل بالبنزين او السولار يسموه الغاز في بعض البلاد. فانا حب ان اردت ان انا اكرم السيارة بتاعتي احط فيها مثلا عطر غالي جدا جدا جدا، ادفع الاف الجنيهات او الدولارات واحاول اشغل العربية بتاعتي مش هتشتغل. ولو حبيت اختص يعني اقتصد شوية واشغل السيارة بتاعتي بالمية برضو مش هتشتغل. الحقيقة بقى انه الله اوجد الانسان ليعيش اسعد حياة وامجد حياة وافضل حياة بالمسيح، لانه هو حياتك. فدي الفكرة، انه رغم الاختلاف ورغم التميز ورغم التنوع لكن نستطيع ان نقبل بعضنا البعض مهما اختلفنا، لكن الطريق الامثل للحياة السعيدة هو المسيح. في يوحنا 14 هو اللي قال لنا كده، بيقول انا هو الطريق والحق والحياة. انا مش عايز يعني ادخل في تفاصيل في الجزئية دي، جزئية التعرف على الرب يسوع وقبوله، لكن ده موضوع من ضمن الحاجات اللي احنا هنمر عليها حالا بعد شوي. ويمكن الكتاب المقدس بيعلمنا بوضوح زي ما حضرتك قلت ان الرب يسوع اتكلم بوضوح عن هذا الامر، عن كيفية ان انا اتقبل الاخر وان انا احبه وان انا اقبله. والرب يسوع ليه كل المجد، حبنا وقبلنا بكل يعني بمختلف خلفياتنا وجنسياتنا وثقافاتنا وطباعنا وماضينا، وغفر لنا خطايانا وقبلنا. فالكتاب بيعلمنا عن الموضوع دوت بتفصيل اقسام. ايوه نعم، في كلمة الله بتظهر لينا انه ازاي اقدر اقبل اي شخص انا مختلف معاه ومش قادر اقبله او مش قادر اعيش معاه، بلاقي صعوبة يعني في ان انا اتقبل. بالضبط. اول حاجة احاول ابحث عن اوجه الاتفاق بيننا وبين بعض، واحاول اني افهم انه ده اخويا في الانسانية. يعني مثلا في وطن، مثلا اخويا في الوطن، اخي في الانسانية. بيقول لنا في اعمال 17 الرسول بولس كان بيوعظ في اتينا، فبيقول عن الله تبارك اسمه، بيقول وصنع من دم واحد كل امة تحت السماء. كل الناس عملهم من دم واحد، يعني الدم اللي بيجري في عروقي من ادم وحواء، والدم اللي بيجري في عروق المسلم، في عروق الهندوسي البوذي، كل الناس الدم وصنع من دم واحد. احنا كلنا اولاد لاب وام واحد. هل فكرنا في هذا الامر؟ واحنا حتى احنا بنقولها يعني بالعامة، احنا كلنا اولاد ادم وحواء، يعني دايما بنتكلم مع بعض كلنا اولاد ادم وحواء. ده نص الهي زي ما حضرتك شايف. اعمال 17:26 صنع من دم واحد كلنا إخوة في الإنسانية وإخوة في الوطن. أيوة. وإخوة في الكنيسة وإخوة في المجتمع وإخوة في الأسرة. يعني لو فكرنا في كل هذه الأمور هنلاقي إن إحنا لو بحثنا عن أوجه الاتفاق وحاولنا أن نتناسى أوجه، مش نتناسى، نتغاضى عن أوجه الاختلاف التي تثير البغضة والضغينة فينا وعدم إمكانية القبول. الاختلاف قلنا أنه أمر يثير التجربة الإنسانية، لكنه الاختلاف الذي يقودني إلى البعاد الأكثر، الابتعاد، ده أحاول أني أنا أخلي بالي منه وأركز على أوجه الاتفاق بيننا وبين بعض. وتستطيع أن تجدي في كل إنسان أكتر من حاجة تجعله أنه يكون شخص مقبول ليكي. من ضمن هذه الأمور أمر غالي علي جدا، إن الله أرسل ابنه الوحيد لأجله. يعني أخي المسلم البوذي الشيعي السني الكاثوليكي الأرثوذكسي الإنجيلي الأسود الأبيض الصيني الهندي، أي شخص، الله أحبه لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد عشان يموت لأجله. المسيح قد انفجر قلبه هو بيخدمنا، مات لأجلنا على الصليب، قدم حياته لأجل أخي ده.
لأجل فلان، لأجل هذا الذي لا يقبلني، لأجل فإذن هذا. فإذن حضرتك بتثير نقطة مهمة، المسيح بذل نفسه لأجلي ولأجله، يعني الله طبعا بيحبني وبيحبه نعم بنفس المقدار، لأنه طبعا قد نتخيل بعض الأحيان أنه الله بيحبني وبيبغض الآخر، فده بيديني حق أن أنا أبغضه، استحالة. لكن الله محبة الله متساوية لنا كلنا، مش كده؟ بغض النظر عن فكري أنا عن الآخر إيه، أو عن أنا بقبل الآخر أو برفضه لأنه أنا شايف أن أنا صح فالله بيحبني وهو غلط فالله بيبغضه، لكن يعني الله بذل ابنه الوحيد فداء عني وعن الشخص الآخر اللي أنا ممكن أكون لا أتفق معاه أو لا أقبله. تمام، هذه مادة للحب، أبحث عن أمر يجعلني أحب هذا الشخص. علشان كده الرب لما قال في الموعظة على الجبل في متى 5:6-7 أحبوا أعداءكم، هو لا يقول أنتم تناصبوهم العداء، لا، من يتخذ هو موقف العداوة، يعني هو بيكرهني ومش طايقني في عيني، مش قابلني، مش قابلني في الوطن، مش قابلني في الحي، مش قابلني في الشركة بشتغل فيه، مش قابلني في الهيئة دي، مش قابلني في الجامعة دي، مش قابلني في الشارع ده. شوف ازاي اللي هو أحب عدائكم من يناصبني العداء، مش ان انا اعمل عدو ليه ولا انا احاول احبه. دي نقطة مهمة. ما تعني هذه العبارة؟ من هو أخذ منك هذا الموقف؟ لا يليق بالمؤمن المسيحي أن يكون له عداوة، موقف العداوة مع إنسان لحم ودم. نحن لنا أعداء روحيين اللي هم الشيطان وطبيعة الخطية ونظام العالم. العالم كنظام أزاح المسيح من المشهد وأراد أن يملك الشيطان عليه. فالله محبة دي طبيعته، علشان أنا أحب الكل. فأنا بأهيب بالكل المشاهدين المحترمين اللي بيشوفوا هذه الحلقة، أنت تستطيع أن تجد مادة للحب وتجد سبب للحب. أنت تستطيع أن تحب من يزاحمك الحياة، من يسبب لك الضيق. ما أروع المسيح لما قال في لوقا 23 وهو على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح يقدم لنا حاجات كثيرة جدا، بس دي أروعها، أن تحب من يضع الخنجر في ظهرك، أن تحب من يأخذ لقمة العيش من بين سنان أولادك. إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. إزاي يعني أنا أتناسى وأنا بأتعامل مع الآخر هذه الأمور؟ يبحثون عن أمور كثيرة، الاتفاق بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، من اختلاف الثقافات واختلاف الحضارات، لكن الفكر المسيحي الكتابي الذي تقدمه كلمة الله بلا مواربة بوضوح شديد، أن يكون لي محاولة الحب الأكيدة طاعة لكلمة الله. وأنا ما أقدرش أعمل كده إلا لما المسيح يبقى في قلبي، أحب بقلبه، أشوف بعينيه، أسلم على الناس بإيده، أخدمه وأتحرك من مكان لمكان برجليه. المسيح وكفى، هو احتياج كل البشر، هو احتياج الآخر، وهو احتياجي أنا في تعاملي بيني وبين الناس. دايما أقول العبارة دي يا أختي منى: ضع المسيح بينك وبين أي حد، آدي أنا وآدي واحد تاني بيحبني أو بيكرهني، لو المسيح بيننا باستمرار هتلاقي نفسك عايشة أروع حياة بالرغم من الاختلاف وبالرغم من أنا تصاعد بين الحديث إلى مستوى هو يرفضني، هو يزدري بي، هو يقاومني، وصل به الأمر لدرجة الإيذاء النفسي والبدني. فبالرغم من كده أنا عندي مادة للحب ومادة للشغل، البحث عن أوجه الاتفاق ومحاولة التغاضي عن أوجه الاختلاف المؤثرة تأثير سلبي. والتأثير السلبي ده يعني بيدمرني أنا، يعني تأثير العداوة اللي جوايا في قلبي دي، يعني أنا اللي باكل في نفسي وبهري لما بابا مش قادر أقبل الآخر، ده التأثير سيء جدا عليا، يعني مدمر إنجاز التعبير. يعني الشخص اللي بيرفض واللي بيكره واللي مش قادر يحب ومش قادر يقبل الآخر، ده ما أقدرش أقول عليه إن هو شخص سعيد أو إن هو شخص سوي نفسيا أو شخص فرحان. يعاني دائما. نعم نعم.
وكتاب مقدس كلمنا بالتفصيل يعني عن الموضوع ده، زي ما حضرتك اتكلمت اتفضلت قلت بعض الآيات انه احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، وانه حضرتك اشرت الحتة برضو انه عدونا هو ابليس. نعم. وكتاب علمنا في افسس 6 ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحية في السماوات. لكن هل ممكن، يعني عارفة دي حتة شوية خارجة عن الموضوع، لكن هل ممكن إبليس يستخدم ناس يحركهم في ان هم يناصبوني العداء، او ان هم يعني يكون إبليس هو اليد الخفية في تحريك هذه الفئة من الناس او هذا الشخص انه يستغل الاختلاف دوت وإبليس يكون بيزقه؟ طبعا انا قلت حاجتين، إبليس طبعا، وبعدين اللي حصل في السقوط انه حدث تدمير للطبيعة البشرية، تدمير. كان الانسان متعادل اخلاقيا لكنه الخطية طوحت به بعيدا عن الله، فصار فاقد للسلام والطمأنينة وتعلم المعصية، وولدت فيه الرغبة لاحتقار الاخر ورفضه. وشعور الانسان بالتميز والافضلية حتى لو كان هو بالمقاييس العامة أقل، لكنه يحاول أنه ياخد أنه هو يقنع نفسه أو يقنع الآخرين أنه هو أفضل منهم. ودي الكبرياء ببساطة شديدة. الكبرياء هو الشعور بالتميز والأفضلية، أنا أفضل من التاني وأنا أحسن منه، موقفي أحسن ورأيي هو الأفضل، ولا بد أن أفرض رأيي عليه بالقوة. سببين دول هم الشيطان وميول الطبيعة البشرية الساقطة المستقلة عن الله والمنفصلة عنه كل الانفصال، التي تفعل الإرادة الذاتية. تفعل الإرادة الذاتية أول ما يتولد في قلبي هذا الشعور وهذه الرغبة، أعرف إن أنا بلعت الطعم، بلغة صيد السمك بلعت الطعم. الشيطان بيعمل كده لأنه من البدء قتالا للناس. أنا خدمتي ليست لها طابع سياسي، لكن كمراقب عام لحركة الحياة، لما كنت أشوف اللي بيحصل من أنهار الدم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، واللي حصل في تونس ومصر بلادي العزيزة وأماكن أخرى، لما كنت أشوف أنهار الدم كنت أبكي. بعدين الرب لمع قدامي هذا النص الجميل، أنه من البدء قتالا للناس. الرابح الكبير، الرابح الكبير بالشر اللي حصل والتصلف والتصلب بتاع موضوع القتل والكلام ده هو إبليس. قال عنه الرب بنفسه في يوحنا 10، لأنه لم يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، لكن لحظي أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ففي فخ كبير جدا كله واقع فيه، بس ما حدش واخد باله. هذا الآخر اللي طالب بحرية، بقدر من الحرية، طالب بقدر من الشرف، طالب بقدر من الكرامة، لا يليق بي أن أنا أعرض حياته للانتهاء. من يختلف معي في الديانة أنا أحبه وأتكلم معه بحب، والفكر أو التعامل مع الأمور الفكرية لا يجب أن يكون بقوة السلاح، ولا يجب أن يكون بقوة الخنجر أو الرصاص أو الرشاش أو القنبلة أو الحزام الناسف أو حاجة زي كده. هذا شر كبير، والشيطان الحقيقة بيعمل كده وسط الناس، وحتى في المجتمعات، في كل المجتمعات بيحصل فيها كده. يا ريت ربنا يساعدنا علشان كل الحبايب من المشاهدين يخلوا بالهم انه في يد خفية، مش ورا مطالبة الانسان بالحرية، لا، ورا القمة الرهيب، ورا انه انا اقود الناس انهم يبقوا زيي بالقوة وبالتهديد تحت السلاح، ما اتعس هذا الانسان. نقول لشخص، يعني شخص دلوقتي هو حاسس ان هو مش قابل الاخر بيختلف عنه، يبتدي منين؟ يعني يبتدي يفكر ازاي عشان يقدر يوصل لمرحله انه اوكي انا قادر اقبل اللي قدامي.
أشرت إلى فكرة إنسانية هي محاولة البحث عن السلبيات وتقليلها، لأنه ده الاستراتيجية بتاعة الشيطان والطبيعة البشرية. أنا أفضل في طريقتين إن أنا أبقى أعلى من الناس، طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا أقطع رقابيهم، إحنا كلنا واقفين طولنا مثلا 170 160 180 سنتي كل واحد وإحنا واقفين، إمتى إن أنا أبقى أفضل منهم أعلى واحد فيهم، رأسي تبقى أعلى واحد، يكسر رجليهم يكسر أعطي رؤوسهم بالسيف يبقى أنا أعلى واحد، صح؟ أو الطريقة الثانية إني أتميز بعطاء للبشرية، عطاء روحي أو عطاء أخلاقي أو عطاء ثقافي أو عطاء اقتصادي. فالناس بتبحث، الناس اللي بيعمل في قلوبهم الشر والبغضة بيبحثوا عن فكرة إنه يبقى أفضل منه. هذا ليس الطريق إني أنا أسبب له الإيذاء النفسي والبدني، وإن أنا أطلع على كتافه وإن أنا أنتقم منه وإن أنا أعمل الحاجات دي كلها. أول حاجة أتغاضى عن السلبيات، أتغاضى عن السلبيات وأبحث عن الأمور اللي أنا بلقاها جميلة جدا. إنه المسيح مات لأجله على الصليب، دي الأمور التي يتحد فيها. أقدر ألاقي الكلام ده بالنسبة لواحد بوذي أو هندوسي أو مسلم أو واحد بيشتغل معايا ومختلف معي وأراد أن يهينني أو سبب لي الألم والمعاناة. أقول في الآخر كفاية إنه الله أحبه وسفك كل دماء لأجله. لأجل مين؟ لأجل هذا الشخص، فأستطيع أن أنا أعمل كده. فما بالك لو كانوا مثلا في مجال منافسة زي مثلا فاتحين مثلا شركة أو عمل أو سوبر ماركت أو أي حاجة. لو أنا فكرت بالطريقة دي هتفادى الاصطدام وأتفادى الكره. والحكاية أصل الشيء يحدد مصيره، فما ابتدأت عليه وما نويت على موقفي من موضوع معين خدته أنا هستمر فيه، ويتصاعد الشر. الانحراف بتاع البوصلة في مركب طالعة من الإسكندرية مثلا لأتينا أو لأي ميناء من مواني البحر المتوسط، لو انحراف درجة واحدة مع الوقت والمسافات الطويلة هيبقى كبير جدا. إذا سمحت لنفسي أن أنا أخذ الطرق الهمجية الشريرة في المنافسة، للمنافسة أصول، للعيشة مع الآخرين أصول. أنا لما أبقى ضيف في بيت أعيش بأصول، لما أبقى موجود في شركة في أصول، لما أنا عايش مع بشر في مجتمع واحد أعمل على صيانة حقوق الآخر قبلي، صيانة حقوقه ولا أتعدى عليه. وواجباتي تجاه الآخر هي حقوقه علي، الكل من حقه علي. دي مش مثالية على فكرة، دي حاجة طبيعية جدا. ده المفروض ان هو يكون، يعني ده المفروض ان احنا نكون بنسلك بيه ونعمله يعني. فحقوق الآخر علي هي واجباتي تجاهه. ما يصحش ان انا مثلا يعني الشارع اللي انا عايش فيه، اللي عايش فيه مثلا 30 40 واحد، ألقي بالقمامة في الشارع. انا بأذي، بسبب أذى للآخر في طرق للتخلص من النفايات العضوية والنفايات و في طرق، بحيث ان انا لا اسيء للاخر. انا عندي موضوع انا مقتنع به، امارس ما اريد على ان لا يتسبب هذا في ايذاء الاخر. البعض قال ان حريتي تنتهي عندما الى حدود تسبب الالم الاخر. هنا هو يعني انا بحرك ايدي كده، ممكن انا حر. احر الايه؟ لحد امتى؟ انا لست حرا في اي شيء، في اي ما اريد، لكن بحسب التقاليد المرعية في هذا المجتمع الذي اتفق على كذا وكذا. كل مجتمع له مبادئه وقوانينه، حتى الكنيسة، حتى البيت له أصول. لو أنا ضيف عندكم في البيت أتحرك بطريقة خاضعا للقانون بتاع البيت بتاعكم غير اللي بيحكمها البيت بتاعي. أنا أتصرف بحرية أكتر في بيتي وهكذا، رغم أنه كنتوا تقولوا لي أهلا وسهلا نعتبر البيت بيتك. ففكرة الالتزام بمبادئ وأسس تجعل الإنسان يعني
يقدر يعيش حياة مريحة، مش هو بس والآخر يقدر يعيش حياة محترمة وراقية. كل البشر اللي عملوا حساب لمبادئ وأسس روحية وأخلاقية قدروا يعيش حياة متحضرة. الذين ألقوا بهذه القوانين، مش القوانين، بهذه الصورة للحياة المحترمة في كلمة الله، عاشوا حياة شبه الغابة من الفوضى، حياة الكبير يأكل الصغير زي السمك وزي الوحوش وزي الغابة. فنحن نطلب أن يسود كلام الله وإنجيل المسيح على قلوبنا، وعندما يحدث ذلك يحصل إيه؟ تمتلئ القلوب من المحبة والأفعال الحلوة اللي اتحرمنا منها. احنا مليانين دلوقتي نسمع القتل، أنهار الدم، الاعتداء، التفجير، الإهانة، الإعدام، بنسمع الكلام ده، الشيء اللي ملأ قلوبنا بالألم. لكن خلي بالك، نسمع بعد كده تعبير عن الكرامة، الحب، الراحة، الغيرية، الإيثار، البذل، الجمال، الحب، الاحترام. هذه الأفعال غابت من حياتنا. أنا أتمنى من قلبي أن الرب يمشينا في الطريق الصحيح كمجتمع عربي وكل اللي بيشاهدوا هذا البرنامج. أمين. ويمكن حضرتك بتقول اللي احنا بنسمعه هو قتل ودمار وخطف واغتصاب، لكن على النقيض الآخر ده اللي بنصلي وده اللي الكتاب يعلمهن، المحبة والتفاني والاحترام. لكن هل الكتاب يعلمنا أن قبول الآخر ده شيء مطلق ومالوش حدود، وأنه يعني أنا إلى ما لا نهاية هقدر أن أنا أتقبل الآخر وأحبه وأستحمله، يعني عشان أعمل كده مطلق بلا حدود؟ أنا عشان أقول دي لازم بس أقول حاجة صغيرة قبلها، هي ما يقدمه ده المصدر بقى اللي هو كلمة الله، ما يقدمه الكتاب من تعليم المسيح. يعني المسيح كان عايش ازاي، الحياة بتاعت المسيح، ولما بتتكلم عنها البشائر الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والنبوات في العهد القديم اللي بتتكلم عنه ازاي كان عايش وازاي كان بيتعامل مع الآخر. تمون الرب يسوع المسيح كان بيتعامل ازاي مع الخطاة الفجار؟ احبهم. لما نقرأ مثلا لوقا 7، كان في بيت وجت امرأة يقول عنها خاطئة، معروف في المدينة يعني ست سيئة السمعة قبلها. في لوقا 15 يقول كان العشارون والخطاة يدنون منه، ولدرجة الجماعة المتدينين تدين زائف زي الفريسيين والكتبة، قالوا معلمكم للتلاميذ، بيعيروهم يقولون معلمكم أي ربنا يسوع المسيح يقبل خطاط، دي التهمة، يقبل خطاط ويأكل معهم خطاط وعشارين، محب الخطاة والعشارين، محب. التهمة اللي لصيقة به هو أنه يحب العشارين والخطاط، وكأنه دي حاجة غلط، يعني كأنه إيه الصح حاجة وكأنه الرب يسوع عمل الغلط. yes. يعني بالزبط. يعني الموضوع اتعكس، يعني الموضوع بالزبط. بقى العكس، بدل ما المفروض ان انا احب الخطاة والعشارين واقبلهم واحبهم، ولو كرهتهم ده ضد الصح. لا، الرب يسوع لما عمل كده كانه بيعمل حاجه غلط بالزبط. في نظر الناس. انا بقدم دلوقتي في موضوع تعامل المسيح تبارك اسمه مع الاخر، فقلت من لحظه انه علمنا بحياته العظيمه، رب الحلو الجميل الرب يسوع المسيح ابن محبة الآب، بارك. علمنا بحياته كان بيتعامل مع الآخر ازاي. من هو الآخر بالنسبة له؟ الخطاط، قال دول حبايبي، هو يحب الخطاط لكنه يكره خطاياهم، ما أروعه. يعني يحب الزنات والقتلة، احنا بننفر من الناس يحب الزنات والقتلة والحشاشين، انا بدي ادمشن، اللي بدي ده المسيح اللي بدي. تعامل مع الآخر زي الزنات مثلا، البنت الست اللي جت بتاعت يوحنا 8، حضرتك جرجروها من شعر راسها بالملابس الداخلية
سحلوها على الأرض، سحلوها يمكن المشاهد ما ياخدش باله، يعني كانت الطريق مداء يعني مش أسفلت ولا سيراميك، كان الطريق مترب، فكانت جسدها بيتمزق، وده بيركلها برجله بيضربها برجله، ده بيبصق عليها، وده وكله مجتمع علشان يلقوا عليها الحجارة يرجموها يطبقوا الشريعة بتاعت إن مثل هذه ترجم. وراحوا قالوا للمسيح كده، لكن الرب يسوع المسيح كما كلنا عارفين القصة انحنى إلى أسفل، يعني أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. بنلاقي حاجات صعبة جدا بنشوفها مرات على الإنترنت وما شابه، الرجم بلا يعني، لكن بص المسيح انحنى إلى أسفل وابتدى يكتب على الأرض، فانصرف وما فضحهمش، انصرفوا من الكبير للصغير، يعني ما كتبش خطايا كلهم قدام بعض، لكن كتب خطايا كل واحد فيمشي، يجي اللي بعده يمشي، يجي اللي بعده يمشي، ما يحبش الفضيحة. وبعدين قبلها ولا أمدانك أحد، هو بيصادق على الزنا؟ لا حاشا له، لكن يقبل الآخر ويحبه لكن يكره خطايا. لماذا؟ أمدانك أحد ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي. إيه اللي عمل المسيح هنا؟ زي ما حضرتك تعرفي، أنا هيجي علي دينونتها بعد فترة قصيرة، ومش هينزل علي حجارة من كربونات الكالسيوم اللي هي الحجر الجيري، لكن هتيجي علي حجارة من نار، حجارة غضب الله في الأبدية لو أنا رفضت المسيح طبعا. لكن أنا بتكلم على أي أساس منحها اذهبي بسلام وما وقعش عليها الحكم، وهو يملك، لكنه قال اذهبي بسلام لأنه بعد أسبوع أو أكثر، بعد فترة قصيرة سوف يموت على الصليب ولا تقع عليه الحجارة، لكنه سوف تأتي عليه حجارة دينونة عدل الله، حجارة من النار، نار الغضب الإلهي. قبل الخطاط موقفه مع الجماعة الفريسيين. الفريسيين هم مين؟ متدينين اللي عرضوا العصائب ولابسين لك لبس ديني، ومش عايز يعني انا ما اقصدش حد طبعا العفو يعني، لكن المبالغه باظهار الظاهر واخفاء الباطن. ممكن رب قال لهم كده، لهم قبور مبيضه من خارج ومن داخل ملقانه عذاب. ومش هم بس، مش اللي كان بيخاطبهم رب المجد بس يا اخت منى، لكن اللي قال لنا عليهم الكتاب لكل العصور، اللي بيلبس لي ثياب التدين وصورة التقوى لكن قلبه فارغ كل الفراغ من قسوتها أو من معناها من قوتها، فوجئت بيه وانا بتقري تعاليمه. وقفوا مع الآخر، الراجل ده راجل فريسي وناوي لما يجي المسيح ينتقده، شايف ازاي؟ لقى 7 ولقى 11 ولقى 14. استغرب لقى 7، واحد فريسي قال له اتفضل عندي، راح كان حبوب وحلو، الرب يسوع مجامل ولطيف. يعني اي واحد من حضرات المشاهدين يقول له تعالى اتفضل بيتنا النهارده، هيروح هيجي لك البيت، بيدخل بيتك، ما ياخدش موقف من هذا المتدين تدين زائف. قول للرب، قول للرب ظهر لذاتك. فراح المسيح، جات الست المرأة الخاطئة في لقى 7 ولم تكف عن تقبيل اقدامه، شعر بذنبها وخطيتها، وعدت تغسل رجليه بدموعها وتنشفها بشعر رأسها. صاحبنا قال ايه بقى؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة. كلنا عاملين مهندسين ودكاترة، كلنا عاملين رجال دين، كلنا عاملين أساتذة وبنفهم، حكم جوز يعني، كلنا بنقاضي الناس، كلنا نقول ده ما ينفعش لازم يموت، مثل هذا يجب أن يموت، كلنا بنقول كده، كلنا دلوقتي بين قضاة، كلنا جبنا ربنا بعيد عن عرشه وكرسيه وقلنا إحنا اللي نحكم على ده يجرى له كذا، وده لابد أن يموت، وده لابد أن يرجم. ما أتحس هذا الإنسان، شاف المنظر. وبعدين الرب راح قال له يا سمعان، شوف الرقي، شوف العظمة بتاعت ابن الإنسان، ابن محبة الآب، بيقول له بعد ما قال له انا جيت من ساعه ما جيت ما غسلتش رجلي، ومع ان دي كانت عاده معروف، بس راح قال كلمه جميله قوي قوي قبل ما يبتدي الكلام، يا سمعان، وهو الضيف من حقه يتكلم في اي وقت، يا سمعان عندي عليك شيء اقول. ممكن تفضل يا سيد. صوري المسيح بيستاذن وهو هو رب الكون بيستاذن، ايه الروعه دي، ايه الجمال ده،
ايه الكمال ده يا اختي؟ ايه العظمة دي؟ ايه الرقي ده؟ وانا بقى بعرف وعظة دلوقتي؟ لا، انا بشوف الرقي والتحضر وازاي يتعامل مع هذا الذي يريد ان ينتقده. وقال له انها واحد عليه 500 واحد عليه 50 واذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. اي الاثنين يكون اكثر حبا له؟ قال له اللي اكثر طبعا. قال له دي برضه كده قد غفرت خطاياها الكثيرة لذلك احبت كثيرا. لما قال له مثلا واحد مديون لواحد بمبلغ ومديون لواحد مبلغ تاني، فالشخص ده هو اللي ليه الحق يحكم. أيوة. فده سامح المديون بمبلغ كبير، جه المديون مبلغ صغير مسك خناق صاحبه يعني. بالظبط. قال له انت مديون ليه؟ تعالى خد السجن. فالاكبر لما عرف، انا بوضح القصه الاحباء اللي مش عارفينها، الاكبر لما عرف قال له انا سامحتك بكل ده، انت ما سامحتش اخوك بده؟ بالظبط. فالقاه في السجن عشان يوفي الحساب. ده طبعا بتاعت لوقا 7 يخليكي ازاي المسيح راح وقابل هذا الاخر الذي هو مزمع ان ينتقده ويعمل كذا كذا. لوقا 11 دخل المسيح، تفضل عندي، راح واكل المسيح. انا لا اتكلم الا عن موضوع انتقاده. قال لك ما غسلش ايديه ومعلم، ما بتغسلوش ايديكم. غسل اليد طبعا عاده صحيه مفيش مشكله، لكن كان ينظر اليه انه ما غسلهاش بطريقه طقسيه كتقاليد الاباء. الطقس بقى بالطريقه الفلانيه، ولازم الميه تعمل كذا، ولازم الميه. فكره الطقس اللي الانسان عاش عبد ذليل له وكسر وصية الله في كل الديانات، مش في ديانة واحدة، مش الجماعة اليهود دول. التالت بقى بتاعت له 14 راح عنده، رغم انه هو متدين يحبه لكنه يكره شره وغلاظة قلبه. قال له اتفضل عندي. عارف عمل له ايه؟ كان يوم سبت زي ما يتذكر القصة دي، راح جايب له واحد مستسقي بطنه مليانة مية كده وراح حاطه. دول زي بتوع المستشفيات اللي طلبة الطب بيتعلموا عليهم. الراجل ده شحات وقاعد يستعطي. انا بس بوضحها لحضرات المشاهدين المحترمين. فالواد مثلا الراجل ده عنده مثلا مرض خطير يعني. طلبة الطب يقول له ايه حالتك؟ يقول له حالتي كذا. بس يدفع له مثلا 50 جنيه او 100 جنيه، فيقول له الحالة والتشخيص، ويقول له كمان العلاج بتاع الاساتذه. فالفريسي عارف ان ده مستسقي وحالته كده، راح حطه في مدخل البيت. وكان يوم سبت عشان يمتحن يا رب. والمسيح داخل هيحفظ الطقس ولا هيحفظ. اول ما دخل المسيح راح شافه، راح شفاه. بس ايش في الراجل التعبان؟ هو الرب عارف ان ده حاطته له في السكه، لكن كان بيحبه. هل تغير في الريسيون؟ هل تغير اناس قساة اشرار؟ نعم. شاول الطرسوسي، بولس الرسول، قال عن نفسه فريسي، ابن فريسي، من الفريسيين، لكن انا تغيرت. المسيح سكن فيه. كنت مضطهدا ومجدفا ومفتريا. تعامل مع الاخر الخاطي الشرير اللي كلنا بننفر منه، نقول الست دي وحشه قوي، سمعتها وحشه ما نزورهاش، الراجل ده سكري وكذا، الراجل ده شرس وقتل قتله. لا، المسيح بيحب الناس دي، يحب المتدينين تدين فارغ. كان بيتعامل مع الآخر بالطريقة دي زي ما شفنا الفريسيين دول والكتبة لكنه لم يقبلهم قبولا مطلقا. إزاي؟ فوجئنا به مثلا في متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، زي ما حضرتك عارف. كان لما في حاجة عايز يقولها كان يقولها لهم بكل وضوح بلا مواربة. أظهر الحب وأظهر الحق، أظهر النعمة وأظهر المحبة. يقول كده الناموس بموسى أعطيه، لكن شوف الثانية، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح سارة. يقدم النعمة ويقدم الحق. تعامل مع المرأة، ما أروعه، يمشي مسافة واستريح عند البير والست السامرية تيجي. أنا بصراحة أنا خادم للمسيح، لو قالوا لي روح زور الست دي او قابلها او حد من المؤمنين الاحداث يشوفني يقول الاخ فلان واقف مع الست دي اللي بتعرف 5 رجالة واللي معاها مش جوزها، انا بصراحة ما اقدرش. او اخد حد معاه في الزيارة. انا بقولك عن نفسي، انا بقولك يا اختي عن نفسي. بس المسيح لا بيحب الاخر،
يقبل هذه المرأة اللي سيئة السمعة وكذا وكذا وكذا. أشرت منذ لحظات يوحنا 8 المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، كان يقبل الناس سيء السمعة وكان يتعامل معهم، يأخذ بأيديهم. أحب المرأة وكرمها. ما أروع مريم أخت العازر وهي بتكسر قارورة الطيب. تلاميذ قالوا ما هذا الإتلاف؟ إيه ده؟ كان الإتلاف يعني أنك تقدم، أنك تشتري الكتاب ده لو تمنه 10 جنيه تشتريه ب100، ده إتلاف في السعر، لأنه طبعا قيمته ككلمة الله غالي خالص، لكن بلا يعني ما فيش تمن. لكن أنا أقصد أي حاجة من الساعة دي مثلا لو اشتريتيها تمنها مثلا 100 جنيه اشتريتيها ب1000، ده إتلاف. لو عملت الترابيزة دي اللي قدامنا من إزاز أستخدم 60 سنتي مربع أو 70، لو عملتها ب3 متر بأنا ده إتلاف. فهم بيقولوا ما يستاهلش، وكانوا يزعجونها. أحب المرأة وكرمها وأحب الطفل. أنا بتكلم عن نفسي، ما أعرفش أخدم في مدرسة الأحد، الأطفال ما تحملهمش، لكن الرب جم يبعدوهم عنه قال لهم لا لا تعال، كانوا جايبينهم عشان يصلي لهم، يعني يحط يده عليهم ويباركهم يمنحهم بركة. فقال لهم دعوا الأولاد، شوفي كلنا حافظنا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أحب الطفل. أحب الحقيقة دي برضو أنا اتذكرتها حالا، أحب من يخدم الله في عصره. معمدان يوحنا المعمدان كان أكبر منه في السن ب6 أشهر زي ما بيقول لنا الكتاب في إنجيل لوقا، وبعدين كان بيخدم. فقالوا له عن قال لهم عارفة شوفي متى 11 لم يقم بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، شايفة؟ ومرة قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ يعني راجل بيتهز بأقل حاجة، راجل مالوش شخصية، راجل مالوش مبادئ، ماذا خرجتم لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ إنسانا لابسا ثيابا ناعمة، هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك، لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا. أنا بقول لخدام الرب في كل العالم، هل بتتكلم عن شريك الخدمة بهذا الحب، ولا بتعتبره آخر تريد أن تهدم وتفتك به؟ هذا شيء لا يليق على الإطلاق، فكرة المنافسة وكأنه هياخد مكاني أو مركزي، لكن الرب يسوع ما حسش بالتهديد، ما حسش أنه حنا حتى في العمل منافس ليه، لكن بالضبط يعني فكرة المنافسة وإني أنا أدوس على الآخر عشان أنا أرتفع فوق، ما أتعس هذا القلب، ده أنا أعمل على مساعدتك لكي تكبري أنت، الرب يفرح بي أنا ويساعدني ويباركني أنا ويباركني يعني أنا لو عندي الروح الأحرضك أشرت إليها. نعم. أن أنا بحس بمنافسة أو بهدم خدمة آخر أو متضايق منه أو حاسس بالغيظ من ناحيته، طب أنا قلبي شكله إيه قدام ربنا وأنا بخدم؟ يعني لو أنا كخادم وحاسس بالمشاعر دي ومليان بالمشاعر السلبية، إزاي هقدر أشوف الرب وأتقابل معاه وأتلمس معاه ويكلمني ويستخدمني الآخرين لو أنا يعني قلبي ملخبط بالطريقة دي مليان مشاعر سلبية؟ رب هيوصل لي إزاي في وسط الحجارة دي؟ فأنا كمان لازم يكون قلبي نقي بالزبط. عشان يرفع إيده من علي ويبارك الآخر، يبارك الذي أنا أناصبه العداء واخد من الغيرة الجسدية لده. نرجع لسؤال حضرتك، احنا أسهبنا في التعليم لأنه هو الحقيقة موضوع مهم. الرب يسوع المسيح تبارك اسمه ما أروعه ما أجمله، لكن في نغمة موجودة يعني كانت موجودة علشان الناس تعالج فكرة التناحر والمشاكل والكلام ده، فقالوا نقبل الآخر أي آخر. الحقيقة أنا عندي يعني بكل احترام للمشاهد الكريم أنه ليس إلى الحد المطلق أنا أقبل أي آخر. إزاي؟ أنا أقبل كل البشر عشان يبقى الكلام، وأحبهم وضعهم فوق راسي، يبقى مش موضوع حب وقبول، لكن اللي بتكلم عنه دلوقتي موضوع شركة واتفاق. يعني بتكلم هنا حضرتك بتكلم عن التيار الغربي اللي هو الإكستريم الثاني بقى. أي طيار اللي هو مش الكراهية والعداء ومناصبة العداء والقتل، لكن الإكستريم الثاني اللي هو
احنا كلنا واحد فهوافق اي حد على افكار وكل حاجة تمام ومفيش مشكلة. انا عندي دي بقى وفيها ممكن اتخلى بقى عن مبادئي او ايماني او اضحي باللي انا عليه علشان بالزبط. تحت شعار قبول الاخر وان احنا كلنا واحد. فدي يعني دي نقطة مهمة ودي قضية مهمة جدا جدا لان هي تحت هذا الشعار يعني العالم الغربي تأثر كتير مش جدا من سنين. اللي حضرتك انا عايز بس اتوقف عند دي برضو ونلحق بسرعه نخلصها وعشان ما أنا اذا كان المشاهد الكريم يحب بس يترفق بينا ويسال بس بعد ما يكتب الموضوع قدامه عشان ما يجيش في جزئيه كده وياه. بالنسبه لكده مش الغرب بس بالنسبه لكده لموضوع قبول هل قبول الاخر مطلق؟ الاجابه لا. لماذا لا؟ أنا بقول ليه بقول لا؟ لأنه هذا الكتاب العظيم أيضا يعلمني أن في مبدأين للتعامل مع البشر مع الآخر أن يختلف معي في كل شيء في الدين والطائفة واللون والثقافة وزي ما حكينا من كل حاجة. نمرة واحد موقفي منه وقبولي له على أساس المحبة، نعم أنا أحبه وأقبله كما هو حتى لو كان حاطط الخنجر في ظهري، لأن سيدي المسيح العظيم قال أحبوا أعداءكم اللي هم من يناصبكم العداء زي ما قلنا في بداية الطرح. الحاجة الثانية لكني في موضوع قبولي له وشركتي معه لا أشترك إن كان واحد لا يليق بالمؤمن الحقيقي انه يكره، لا يحب الكل زي ما قلنا، لكنه مثلا ليست لا يجب ان تكون لي شركه مثلا مع المثليين والهوموسيكشوال الشواذ، انا احبهم واصلي لاجلهم واقدم لهم رساله المسيح بكل محبه كرجل اسعاف. رجل اسعاف يعني ايه؟ يعني اؤثر فيه ولا اتاثر به. هؤلاء يقول أما ومثلا والزنات اللي عايشين في الزنا باستمرار، الذي يزني ويسقط أقدم له نعمة الله التي تتعامل معه فتقبله وإلى الأبد مش كده؟ نعمة الله لكني لا تكون لي شركة معه. شوف إزاي؟ ولا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. وفي كورنثوس الثانية 6 يقول من عدد 14 لا تكونوا تحت نير، يعني تربطني حاجة واحدة مع النير ما يوضع على رقبتي الثورين في حرث الأرض كلنا عارفينه ده. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، أي شركة للنور مع الظلمة أي صح؟ كورنثوس الثانية 6 لا يمكن أقبل أنا بحبه كله من ينكر لاهوت المسيح ويهينه ليل نهار. ليل نهار يهين المسيح ويحط من قدره. أحبه كإنسان وأقدم له المسيح حبيبي الذي غيرني، لكن ما أقدرش أقول عليه ده أخويا، لا ده أخويا في الإنسانية وأخويا في الوطن، لكن مش أخويا في هذا الاقتناع ده موضوع عمري كله. فمش موضوع رياء وملث ومداهنة مساومة. للدرجة اللي اقول فيها ان ده انا وهو ايد واحد. انا ده في إيه؟ مثلا يعني انا لو مثلا مع واحد هندوسي بيحط من قدر المسيح للنهار ما اقدرش اقول يقول لي هذا البوذي او الهندوسي يقول لي ان الكتاب المقدس بتاعك ده محرف وليس هو كلام الله، يحط من قدر كلمة الله ووحيها. أنا أقول هو أخي في الوطن، هو أخي في الإنسانية، هو أخي في العمل، لكني ما أقدرش أقول أنه أخي مطلق، لا ده هو هدم أعز ما أملك، كفارة المسيح، لاهوت المسيح، ميلاد المسيح العذراوي، وحي كلمة الله، كل الأمور دي. فلا مساومة، يعني مش هساوم بإيماني، مش هساوم بمبادئي، مش هساوم بإيماني بالرب يسوع المسيح وتمسكي به تحت شعار المحبة والتوافق والإخاء. المحبة موجودة بس كأني أنا بقدم المسيح، لكن تتوقف يعني أنا مش هخاصم الناس، لكن
ما اقدرش انا اقول لا انت اتنازل، مش لا ما هتنازل عن اقدرش ما ايماني اقدرش. وعن فكري وعن فانا اللي قلته مثل المثليين والشواذ واللي هم الزنات واللي عايشين في واحد مثلا عبد المخدرات وعايش فيها، انا احبه واقبله واقول ده انسان مسكين وضعيف واصلي لاجله واحاول اساعده، لكن ما اقدرش اروح اسهر معاه سهره حمراء يعني، ما اقدرش اروح يقول لي خد جرب البتاع البيضه دي ولا البتاع ما اقدرش اعمل يبقى انا كده، بدل ما هروح لا 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 ما اقدرش اعمل اساعده كده، انا لو شخص ابقى رجل اسعاف. نفس القياس انا قلت دلوقتي اللي سلوكه وحش وقلت اللي تعليمه وحش، اطبق الكلام ده على الكنيسه. انا بس لو تسمحي لي اقول نصين جمال خالص تذكرتهم، مثلا في الذين ينكرون لاهوت المسيح مثلا، انا ما اقدرش اقول عليه ده ان انا وهو في يد واحده، انا ازعل منه يعني احبه لكن ما اقدرش احط ايدي في ايده وهو بيعمل كده. مثلا رساله يوحنا الثانيه، رساله يوحنا الثانيه دي كتبها الرسول يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب اسف، يوحنا ابن زبدي، وبعدين قال ايه بقى؟ قال تعبير جميل قوي في عدد 7 صح كان يختم، هو حضرتك فاكرة انها اصحاح واحد رسالة يوحنا الثانية، يقول في عدد على بطرس اصلا لا رسالة يوحنا الثانية يقول لك كده في عدد 9، هو انا عايز اقرا من عدد 7 الحقيقة، بصي كده، وعايز حضرات المشاهدين الكرام خلوا بالهم معايا، لانه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. اسمع كده، هذا هو المضل والضد للمسيح، انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما، كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فله الآب والابن جميعا. شوفي بقى يا أخت منى وحضرات المشاهدين، إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من شوفي من يسلم عليه من يصافحه، ما أتعس هذا السلوك اللي الناس بتسلكه دلوقتي، من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. هذا نص كتابي بيتكلم على من يتعامل مع المسيح بهذا الاستخفاف سوف يعطون حسابا كائنا من كان. ده اسمه ايه؟ اسمه شر رهيب في الاعتقاد في التعليم، دعينا نقول كده. مثلا حاجة تانية اقولها برضو بكل سرعة مهمة خالص في موضوعنا، انا مش هرفضه الشخص لكن احبه، لكن ما اقدرش ان انا اتغاضى عن يعني موقف وأظهر له محبة. لكن مثلا في تيموثاوس في آسف في رسالة كولوسي أصحاح 1 برضو عايز المشاهد الكريم يخلي باله، في كولوسي أصح رسالة كولوسي مثلا في موضوع التعليم والمعرفة وكلمة الله يقول لي إيه مثلا في عدد برضو 7 عدد 8، انظروا شوف عدد 8، انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، شايف؟ حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، موضوعنا المسيح لا قبل ولا بعد. وبعدين يقول لنا إيه بعديها؟ بصي عدد مثلا 16، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهتي عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. بعدين يقول لك لا يخسركم أحد الجعالة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي هو الذي منه كل الجسد اللي هو طبعا المسيح، يحطون من قدر المسيح ويحولون نظر الناس بعيدا عن الرأي. أنا ما أقدرش أحط إيدي في إيده ما أقدرش. مثلا حاجة صغيرة تاني على وجه السرعة، رسالة غلطي مثلا
يقول لنا ايه مثلا في اصحاح 2 في رسالة غلاطي. بص الآية دي المهمة، بيقول في عدد 4، عدد 4 في غلاطية 2:4: ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين، شوف الأسف بقى، دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدوننا. عمل ايه بقى؟ قال ايه بقى عليهم دول؟ قال لا ده حبايبي هاتهم هنا ويبقوا اصدقائي وشركائي. لا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل، وهكذا الى نهاية. فيه نصوص كتيرة جدا جدا يجب انه الاخر لا استطيع ان اقبله بلا حدود. انا اعطلت شوية في الجزئية دي. لا بالعكس، لا دي نقطة مهمة جدا. نعم، لكن في حد ممكن يعترض يقول ايه، طيب ما الرب يسوع قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، ما ندينش حد، او ان احنا نوت بي جادجمنتال، يعني ما نبقاش بنحكم على الاخرين الناس. وان انا كده لما بقى اقول كده انا كده بحكم على الاخرين وانا باخد ثوب اللي هو المتكبر او الاعظم، يعني ان انا شايف نفسي فبقول ان هم وحشين. هذا السؤال مش سؤالك، مش حضرتك يعني تقولي ده سؤال حد قاله كده قدامي. جانبه الصواب. لماذا؟ لاني انا بقول اللي بقوله دلوقتي، شفولتي انا بتكلم وبقول كلمة الله من بدري، لكن لما اقتربت من النص بكل تواضع رحت ماسك الكتاب، شفتيني عملتي قدام حضرات المشاهدين المحترمين، قلت التعامل مع الأمور التعليمية، الأمور المتصلة بلاهوت المسيح وتعليم الكتاب والأمور دي، أنا ما أقدرش أقبل الكلام ده. في حاجات يقول لك لا تآكلوا ولا كذا، هنا في يوحنا الثانية قال لا تسلم عليه ولا تقبله في البيت. ما فيش حاجة اسمها ده إدانة. أنا بأحتمي، شوفي الموقف اللي بقول عليه، أنا بأتوارى في نص كلمة الله، بقول للكتاب خبيني من هذا الشر وخليني أبقى ملفوف بقوة كلمتك، لست أستحي بإنجيل المسيح. أنا أعظم الكلمة، أعظم كلمة الرب وأعظم مسيح الكلمة، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. فأنا مش بدين حد، أنا ما أقدرش أدين حد. ما يقبله الكتاب أنا أدار عليه أستخبى فيه، ما يرفضه الكتاب أنا أرفضه، مش لأني أنا عايز أرفضه أو أنا متعالي، مش أنا اللي هو الأخ اللي بيتكلم، لكن أي شخص مسيحي مؤمن، ما يقبله الكتاب أقبله، ما يتكلم فيه الكتاب أستمع إليه، ما يصمت عنه الوحي أصمت عنه وأتوقف. هذا هو تقديرنا لكلمة الله الغالية اللي بأهيب بكل المشاهدين الأحباء أنهم ياخدوا نفس الموقف الجميل ده، لأنه مكتوب من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، يحتقرها. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بقول للإنسان، لأي شخص من المشاهدين الكرام، أنه الدار في هذا الكتاب، أنا لا أدين الناس. عندما أدين زي ما قال الرب في متى 7 لا تدينوا لكي لا تدانوا، النص ده كان بيتكلم عن أمور متصلة بالحياة، أمور حياتية سلوكية. إن أدنت سلوكك دون الاستناد على واحد، مبدأ للتقييم، مبدأ واحد للتقييم، فبيقول له إيه؟ قبل أن تنظر القذى في عين أخيك انظر أولا الخشبة. ما تقولش ده عينه فيها قذى، يعني حاجة بينزلها المنشار، حاجة خفيفة قوي قوي وانت في عينك خشبة. لا، خلي الديتم، خلي اللي وحدة القياس واحدة، اللي هي ايه، يا اما تتفق على اللي في عينه خشبة غلط، يا اما تتفق على اللي في عينه قذى خطأ. يبقى لازم بيتفق في موضوع التقييم مش موضوع الإدانة بس. وبعدين بيقول له ما تكونش أحكامكم باستمرار أحكام حسب الظاهر. فهو شاف وراح قايل لا. الجماعة الأسترال بيحكوا حكاية غريبة جدا يا أختمونا. أول ما راح كوك اسمه إيه ده، كوك مكتشف أستراليا، شاف واحد من الأبوريجينال اللي هم السكان الأصليين،
فسألوا على يعني الراجل بيقول له انت مين، اعتقد الراجل لانه راجل انجليزي هو بريطاني حطت ايده في جيبه. الابوريجينال لحد دلوقتي يلبسوا جيبات في استراليا السكان الاصليين، فهو اعتقد انه ده زي الكانجرو، انه كائن مخلوق. الكانجرو يضع صغاره في بطنه ورجليه واللي قدام اصغر من اللي ورا وديله قوي جدا. فظل الجماعة الابوريجينال فترة طويلة يحكموا على الزوار الانجليز دول او المستعمرين الجدد على انهم نوع من الكانجرو، نوع راقي من الكانجرو. فده اسمه الحكم حسب الظاهر، من اتعس المبادئ في التقييم ديت بتاعت متى سبعة، اللي هي الاحكام العامة دائما خطأ. فقالوا ايه في يوحنا واحد، نسنائيل بيقول له فيلبس وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. عارفة نسنائيل قال له ايه؟ أمن الناصرة يخرج شيء صالح. بالأسف يا نسنائيل، أعظم شخص على الإطلاق طلع من الناصرة، أعظم شخص. شفتي قالوا ايه بقى؟ اوعى تقول على حد، اوعى تقول كل دول وحشين، كل المسيحيين وحشين، كل اللي مش عارف ايه وحشين. لا، فهو ما كانش كان بيعلمنا موضوع التقييم ومش الإدانة، لكن ما أشرت لي هو إلى أي مستوى، إلى أي حد. عارف اللي خسر العمل يعني أو اللي أثر على العمل المسيحي حول العالم، فكرة القبول بلا حدود أو كله ماشي كله ماشي كله ما ينفعش. لابد من أنه يشعر المخطئ فيتغير. أنت حبيبي وأخويا وكله آه، بس أنت لازم تراجع نفسك فيما أنت تقول وفيما تسلك. يعني هرجع للنقطة دي بس اسمحك ناخد مكالمة أخت كامي. معنا الأخ رمزي من أوهايو، زي حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. حلقة مباركة فعلا، لأن الرب يسوع المسيح وسطكم فعلا فعلا فعلا. شكرا. لأن أنا أحد المهندس سامي غبريال، حبيبي من زمان من زمان من زمان. مرة وعظ وعظة الصليب. ألو؟ أيوة. سمعينك يا عم رمزي، اتفضل. مرة وعظ وعظ الصليب، الدموع فضت من عينيا. مملوء بالروح القدس فعلا، والمدام منى مملوءة أيضا بالروح القدس. شوف بتتكسن ازاي. الله يخليك. أنا ديما على وجهها. أنا أطالب أولا تهنئة وصلاة لأجل ثلاثة أجلين علي أعياد ميلادهم في نفس الأسبوع ده. واحدة اسمها نادية فايز، واحدة اسمها سالي، وابني الحبيب اسمه جوي جبرة. وعايز صلاة اليوم خاصة وصلاة لأجل أما هتتنصر الأسبوع ده برضه. ده بقى أكبر عيد هتاخد الروح القدس في قلبه. آمين. بس وشكرا للمهندس سامي غبريال. شكرا. وإذا حب أنا يذكرني في الصلاة نفسيا وروحيا وجسديا يذكرني. صدقيني 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 أنا أحب المهندس سامي غبريال من أول ما فتحت القناة في القارة. الله يبارك. أحس على وشه نعمة ربنا فعلا. وعده حلو خالص. شكرا. معاكم. ومعك يا عم رمزي. شكرا ليك. شكرا ليك. وكل سنة والأحباء طيبين، ورب يديهم سنة جديدة جميلة يعيشوها للمسيح ويخدموه ويمجدوا اسمه في حياتهم. وشكرا لاتصالك الأخ سامي، بركة كبيرة لينا. العفو. ورب يستخدمه معنا في قناة الكرمة ونحن في الجراج، رب يستخدمه تسجيل برامج مختلفة. فأنا بتفق معك في الرأي ده. وبعد كده لي. كمان في ولا في الجراج والاستوديو القديم وهنا وكل حاجة، أقصد من أيام الجراج وهو معنا صديق عزيز علينا وعشرة قديمة يعني. أخ سامي، قبل ما ناخد فاصل أو ممكن ناخد الفاصل ونرجع نكمل في النقطة دي، لأنه دي نقطة مهمة أحب أعمل استرس عليها، حتة أنه أنا هرفض المبادئ والأفكار بتاعت الشخص اللي قدامي لكن من غير دينونة. لن أسيره ولن أتفق معاه بدون كراهية. فنرجع تاني بعد الفاصل نتكلم في النقطة خالص دي. في حب كبير، حب وقبول وتقديم محبة المسيح ليه كمان، لأنه هو ما يعرفش محبة المسيح لو هو بسلوب غلط. ناخد فاصل ونرجع نكمل أخ سامي. أحب المشاهدين خليكم معانا الفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم. ربما كانت قناة الكارما سببا في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضا سببا مشجعا لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني
info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. We'll be right back.
قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. مرحبا بكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين. موضوع حلقتنا آراء وقضايا، وموضوعنا النهاردة مهم جدا وهو قبول الآخر. برحب حضرتك مرة ثانية أخ سامي، مبسوطين جدا لوجود حضرتك معنا النهاردة. شكرا لك يا أختما. شكرا لك. معنا مكالمة الأخ حسن من ميتشيغن، أهلا وسهلا بك حضرتك على الهواء. مساء الخير أختي الكريمة. مساء النور أخ حسن، أهلا وسهلا. مساء الخير أخي لضيفتك الكريم المحترم. أهلا أهلا أختي الكريمة. أنا اعتنقت المسيحية جديد، ويعني إن شاء الله الآخرين يتقبلوني، لأني أنا لما دخلت الكنيسة شعرت إن كلهم اللي بالكنيسة عائلتي، ما عنديش أي تحيز، يعني حسيتهم أهلي وأخواتي بهذا. حسيت ان عائلتي، لان انا مبسوط بالخطوه اللي اخذتها بالمسيحيه. ما كانت جرأة قويه اني اخذها بعد تفكير سنتين ثلاثه، وحتى اخذت القرار هذا انه دخلت بالمسيحيه. وصدقيني اختي الكريمه، المسيحيه ما في احسن منها، حلو كثير. اشكر ربي خاصه. انا وبقرا بالانجيل اختي الكريمه، بيظهر يسوع، طلبت منه يظهر، وصدقني لمسته بام عيني. وكل يوم بس اقرا انا بالانجيل بحسه معاي. مبارك اسم الرب، مبارك الرب. انا بعطل يومين من شغله، صدقني ما بظهر لمطرح، بقعد بقرا بالانجيل ليل ونهار. صرت اتمسك بالإنجيل أكثر، وحتى يظهر يسوع، يعني كثير أنا هذا صار بدمه، صار أنا بشوفه بشغله، بشوفه بحياتي، بشوفه بعملي، وين ما رحت بكون قدامي. مبارك. وصدقني أختي الكريمة، قلبي كان في كره وبغضاء للآخر، صدقني قلبي صفى. وشكرا لكم على البرنامج الحلو أختي الكريمة. شكرا، شكرا لأجل تشجيعك أخ حسن. ربنا يباركك ويستخدمك سبب بركة وتشجيع لآخرين، ورب يعني النور اللي نور بيه في قلبك يوصل لآخرين أيضا ويستخدمك بركة لآخرين. نشكر ربنا جدا لأجل أخ حسن واختباره، فعلا رب يعني تلامس معاه وغير حياته تغيير كليا. ربنا يا بس ليا تعليق صغير. طبعا ربنا يباركه. والمسيح بيقول لنا الكتاب عنه أنه جاء إلى أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح جاء للعالم كله، وفي رسالة تيتوس أصحاح 2 يقول لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، فكل الناس مدعوون. بس أنا اللي بقول عليه لاحظت أنه بيقول اعتنقت المسيحية. الذي يأتي إلى المسيح يأتي إلى شخص ولا يدخل ديانة، وإلا طبعا هو يمكن يكون تعبيره هو بتعبيره ببساطة، يعني التعبير اللي هو، لكن نحن لا نقدم ديانة لكن نقدم شخص. المسيحية هي المسيح لا قبل ولا بعد. والرب يسوع المسيح بيساعد المؤمنين الأطفال الصغار في الإيمان عشان يكبروا، فبيظهر ليهم أمور بطريقة حسية عشان يشجعهم، لكن لا يجب أن يعتمد المؤمن المسيحي على طول على حاجات محسوسة ملموسة مدركة، لكن يجب أن ينمو في معرفة كلمة الله، ينمو في معرفة المسيح، ويواظب على وسائط النعمة، كلمة الله والاجتماعات الروحية والصلاة وكراهية الخطية ومحبة الرب وانتظار مجيئه وشركة المؤمنين، فيكبر
الواحد وما يعودش باستمرار مستند على حاجات ملموسة محسوسة مدركة. ما أقوله للمشاهد الكريم لكن أقوله لكل الذين يأتون للرب من أي مكان، لازم تكبر، لازم تنمو. عارف الشاهد بتاع بطرس الثانية واحد لما بيكتب الرسول بطرس يقول كنا معه على الجبل المقدس، جبل التجلي، شافوا المسيح بمجد، وقال كنا معينين عظمته. وبعدين يقول سمعنا صوت من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. عايز جمال وعظمة ومجد أكثر من كده؟ لا. بس عارف يقول ايه الرسول بطرس بعدها؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. فأنا بوجه كل المشاهدين إلى كلمة الله علشان تكبرهم وتنميهم. لكن إذا في البداية حصلت حاجات جميلة زي كده مش غلط. الرب يبارك الكل. آمين. أشجعكم أحبائنا، خطوط التليفونات مفتوحة ورقم التليفون على الشاشة. نرحب بأسئلتكم ومدخلاتكم واستفساراتكم لموضوع الحلقة. برحب بكم أحبائنا المشاهدين. أخ سامي، قبل الفصل كنا نتكلم عن نقطة مهمة جدا وجوهرية، يمكن أنا كنت بقول لحضرتك بتمسنا في المجتمع الغربي، لكن حضرتك رأيك أنه في الشرق كمان، اللي هي أن إحنا لنا دين، لكن يعني من يختلف معانا أو التيارات الغريبة اللي بتيجي، لأنه لا يعني كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه اعتقاده، وأنا ما كنش شخص بحكم على الآخرين، لكن كل واحد يكمل في اللي هو فيه، وأنا كده أبقى نايس وكويس مع كل الناس. نفسي نحط حد فاصل ما بين أن أنا هحب الناس دي، هقبلها، ومش هيكون جوايا كراهية ولا عداء ولا غضب، مش هنصيبهم العداء، أوكي، لكن أنا هرفض الفكر الغلط اللي هو ضد فكر الكتاب المقدس، تمام، ضد إيماني بالمسيح، ضد مبادئي الكتابية المسيحية، نعم، وهأعلن الحق ده. أنا هقول يعني أنا مش هساوم، مش هاخد الموضوع بمواربة في الطيارات والأفكار والحاجات الغريبة والصعبة اللي متعرض لها، تمام. أنا مش هساوم، مش هداري، ومش هحاول حفاظا على العلاقة أن أنا أخبي إيماني، أو أن أنا ما أقولش لا أصلا أنا شايف أن ده غلط أو أن ده مش مفروض، لألا أخسر العلاقة، يعني تحت شعار الحفاظ على العلاقة فأنا هداري على أفكاري وعلى مبادئي عشان بس إيه يعني نحافظ على علاقة والدنيا تبقى كويسة وجميلة. أنا هقول الحق بمحبة باحترام من غير ما يعني أعادي الآخر. أنا هقول أنا بؤمن بإيه وهقول فكر الكتاب إيه، تمام، بطريقة مسيحية راقية حلوة، تمام. بالنسبة للمؤمن الروحي بيقول لنا الوحي الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم عليه. فلما أخذ موقف حاجة فيها انحراف حقيقي زي قضايا أخلاقية، مثلا موضوع الإجهاض، الكتاب لا يوافق عليه، الإجهاض لا يوافق عليه، لا يوافق على الزنا، لا يوافق على سلوك المثليين، وكله بيحطوا زي شماعات وأعذار لا دخل لهم بها، يقول لك أنا مظلوم، أنا ما أقدرش. يعني مثلا موضوع الإجهاض مثلا، فهو أول لما بيحصل الحبل فده عمل إلهي. فمثلا داود لما بيقول في مزمور 51 وبالخطية حبلت بي أمي، بيقول وهو أمه حامل فيه، داود بيقول أم إن دي أمي، يعني كائن موجود. ويقول له في إرميا قبلما صورتك في البطن عرفتك، معرفة الإلهية. وبعدين يقول لك أنت مزمور 39 رقمت خلاياي، يعني حددتها رقم لما كان بويضة مخصبة من الأب أبوه أمه، فما أقدرش ألعب في دي الإجهاض إلا إذا كانت في ظروف طبية خطيرة جدا متصلة بحياة الأم ومتصلة مش عارف بيه حاجات كبيرة جدا. أنا مش عايز أتطرق لموضوعات فرعية، لكن فكرة من يستمر، يعني زنا حقيقي وثمرت وكذا ويحصل كذا، حد عايش في علاقات مش مظبوطة مع أكتر من شخص مش عارف بيه، ما أقدرش أقول ده غلبان ومظلوم ومش عارف. الكتاب بيقول لي أن ده غلط، الكتاب بيقول لي أن المثليين مع حبتي ليهم كبشر لكنهم هم استمرأوا الخطأ
وبيطالبوا بحقوقهم وعايشين الحكاية ديت. فبعضهم يقول لك أنا اتخلقت كده، لا، بيقول لنا الكتاب ذكرا وأنثى خلقهما، يعني تحديد الجنس. أنا ماليش دعوة بقى بموضوع إن الطب مش عارف بيعمل إيه ويقول لك ده إحنا متأكدين عملنا له عملية ومش عارف إزاي. فالحاجات دي مثلا عبدة الشيطان في معابد لممارسة كذا، وأنا أحبه كإنسان وأصلي لأجله وأقدم له المسيح الله اللي خلصك، ما أقدرش أنا أتعامل معاه، لا يعني ما أقدرش يعني يبقى لي معاه شركة. هذا ما نقوله، هذه ليست إدانة، هذا أمر متصل بأن هذا أمر صحيح وهذا أمر غير صحيح. أنا قلت التناول من البداية، نحن نتكلم عن المحبة التي بلا حدود، لكن أما الشركة والتعامل فله حدود. مثلا اللي عايش في الزنا ده ما أقدرش أنا أصاحبه ونعمل مثلا فرصة وأنا ومراتي نروح نزوره وهو يجي يزورنا وعايشين في الزنا، هو واحدة تاني وهي أو واحدة بتعمل كذا من وراء جوزها وخيانة زوجية وبتاع مش عارف إيه، لا، بيقول الكتاب أما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. في كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية بيناقش الموضوع ده، مثلا كورنثوس الثانية أتذكر خمسة، كورنثوس الأولى خمسة مثلا، أنا عايز أقول النص ده، يقول لهم مثلا يسمع مطلقا، كورنثوس الأولى 5:1، يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم وهكذا. وبعدين بيقول لهم أنا بقول حتى تنوحوا حتى يرفع من وسطكم، وبعدين أصدر أمر أنه يعني في قرار اتخذ بأنه يعمل إيه بقى، علشان اقري مثلا، نقرأ مثلا من عدد 9، كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، شايفة؟ وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين وعبدة الأوثان وهكذا وكذا. وبعدين يقول في عدد 11، وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابدا وثنا أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، شوف النص يقول إيه، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل ما نروحش ناكل مع بعض، وأن تعالى تفضل عندنا ونروح نعمل حفلة مع بعض في مطعم ولا نعمل مش عارف إيه وهكذا. نصوص كتيرة بيقدم فيها له. أنا لا أدين لكني كلمة الله بتأمرني، إلهي بيأمرني كذا، ولا وأنا مش موقف إدانة على الإطلاق، أنا شايف أنه مش مفهوش إدانة على الإطلاق، لكنه كلمة الله يجب أن نطيعها ونخضع لها، نخدم الناس ونديهم فرصة ونصلي لأجلهم بكل تواضع، لكن لما يكون الأمر مستلزم يتصل بأمور. مثلا السبتيين وشهود يهوى، السبتيين أنا آسف يعني السبتيين وشهود يهوى وجماعة العلم المسيحي والمورمونز والناس دي يقول لك إحنا جماعات مسيحية، لا، هؤلاء ينكرون لاهوت المسيح ويحطون من قدره ينفون مثلا، لا يعتقدون أو لا ينادون بلاهوت الروح القدس وهكذا، ويؤمنون بفناء الإنسان وهكذا. فما أقدرش يبقى لي إيمان المسيحي كله يعني ما فيش أبدية ما فيش جهنم يذبحون الحق. فأنا بتكلم هذا آخر أصلي لأجله وأحبه وأحاول أن أقدم له مسيح الله المخلص العظيم الذي يقوده للتغيير الحقيقي، لكن ما أقدرش أتعاون معاه. هذه فوضى يا أخت منى، العالم مليان بالفوضى والضباب، ودي من ملامح الأيام الأخيرة. هتلقي حاجات غريبة جدا في العالم، في العالم الديني الروحي هتلقي حاجات غريبة جدا. الكتاب بيقول لنا كده إن سر الإثم يعمل الآن، يعني شغال من تحت لتحت، الشكل الأمور. خلينا كده، أنت عارفة أن النهاردة في حاجة حضرتك أكيد سمعت بيها، عالم ما بعد الحداثة، نيو ايج وبعديه كمان، فيقول لك ايه، المسيحية فيها كذا حلو، والاسلام فيه كذا حلو، والبوذية فيها كذا، واتباع كونفوشيوس كذا، والهندوسية فيها كذا، والعبادات الهندية والإيرانية والمش عارف ايه كذا. ناخد كل ده لانه الانسان هو مركز الكون، لكن هذا الكتاب العظيم يقول لنا ان مركز مشورات الله هو المسيح، إن سر خراب العالم والتدني والفوضى والضجيج والضباب لون الرمادي القاتم ده سببه بعد الناس عن
محور فكر الله. فكر الله يتصل نحو إكرام المسيح لكي يكرم المسيح الابن الجميع الابن كما يكرمون الآب. ولنا في مثل صاحب الكرم متى 21 أرسل لهم ابني لعلهم يهابونه. سوف يزداد الشر وسوف يزداد البعد، لكن الأتقياء الأنقياء اللي بيحبوا الرب مرتبطين بكلمته ينتبهوا جدا، لأنه هتيلي حاجات منطقية جدا، هتيلي حاجات منطقية جدا، وهتيلي حاجات مقبولة فكريا. يقولك مثلا فلان ده مثلا كذا كذا، لكن صدقني صدقني أحسن من المؤمنين، بسمعها كتير. صدقني صدقني مثلا يقولك إيه فلان ده شرير جدا ما بيؤمنش بحاجة، ده عارف أو ده ملحد ده nothing أو ملحد يقول لك كده، بس تصور أحسن من المؤمنين. هذا إيه المقصود إنه كتصرفات يعني أو كعلاقات ومحبة يعني للناس سوف تزيد، سوف تزيد لا وسوف يبعد أحسن مؤمنين بيتكلم عن هو التصرف وعن أمور متصلة بالطباع دي أكيد هنمر عليها لما نيجي نتكلم عن سلوك المؤمنين في الكنائس وما شابه. Yeah. فأيام صعبة وأيام أخيرة الناس فيها هتبعد عن فكر الله وعن كلمة الله وستلجأ إلى أمور محسوسة ملموسة مدر، كله بيجري وراها دلوقتي. ما أتعس هذا العالم ينحدر، أنا مش متشائم لكنه ينحدر بسرعة غريبة جدا جدا. الفوضى الفوضى عن المسيح فينحدر. يرسل إليهم اللهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. شيء فظيع يا أختي صدقيني. أنا يمكن ما أعرفش ليه الشعر أن الحلقة دي يعني مهم خالص أن الناس تخلي بالها، لأنه مش لأني إحنا بنتكلم مع بعض فيها، لكن موقف خطير، انحراف واضح وتصديق لأمور أمور بيبثها الشيطان تكاد تكون مقنعة. يقول لك الملحدين حلوين، حلو في ايه بقى الملحد؟ ملحد حلو في ايه؟ من البطن سميت عاصيا، ينكر خالقه، ينكر الله، يحكم على نفسه ويقول عنه الكتاب الجاهل، قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبعدين اللي يقاوم لاهوت الابن ويرفضه في يوحنا واحد في يوحنا 3:6 آخر الأصحاح بيقول هن هو بنفسه الرب يسوع المسيح الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب. أروح فين من الكلام ده؟ أروح فين الناس اللي تقول الابن ده كذا كذا؟ ازاي ده شيء خطير. انا بزعق باعلى صوتي بقول الحق بقطار النعمه قبل فوات الاوان، الحق بقطار النعمه. اقرا، هات لك انجيل واقرا، بص في الكتاب المقدس ده، قول انا عايز يا رب تقول لي فكرك. هتلاقي حاجات رهيبه. وبعدين لما تقرا في تفاصيل النبوات مثلا في سفر الرؤيا بعد اختطاف الكنيسه هتلاقي اهوال هتحصل من ناس متدينين، ناس مسيحيين بالاسم. ما أتعس هذا العالم بعيدا عن المسيح. لو أنا النهاردة أخي سامي يعني الكلام ده خبطني أنا وأنا بسمع حريتك وأنا حاسس أن أنا شخص مسيحي بالاسم أو متدين أو بعيد عن المسيح أو ماليش الرجاء ده في الحياة الأبدية، يعني علاقة روتينية مع الله، أبتدي فين؟ أعمل إيه النهاردة؟ أنا هقول لك حاجة يا أخت منى وأقول للمشاهد الكريم، الإنسان أي إنسان في العالم بيتكون من روح ونفس وجسد، أنا عشان أبسط واحد بيتكون من روح ونفس وجسد. صدقيني ما يعني أنا من سنوات يعني الرب بيتحملني، فمن سنين بقرأ كلمة الله وبحتك بالناس. لا يوجد بيتكون الإنسان من روح ونفس وجسد، لا يوجد تغيير حقيقي إلا عندما يمسك الروح القدس، اهو ترمز دي ايدي دي بالمكون الاول اللي هو الروح بتاع الانسان، ملوش دعوة بالنفس دلوقتي والجسد في اللحظة دي، اهو يمسك بالروح الانساني اللي من الله ويقود الى مواجهة الحقيقة. فريد الاباجورة دي اللي قدامنا في استوديو دي هي الحقيقة، انا باصص كده مش ممكن اعرف حاجة. يقودني روح الله الى مواجهة الحقيقة، اكتشف قبحي، مراية واضحة، إضاءة كاملة، إيه الخراب اللي أنا فيه ده، إيه السواد اللي أنا فيه ده، إيه العار اللي أنا فيه ده، إيه الذل اللي أنا فيه ده. خدت بالك
وبعدين قال أي يقول لي ما تنهارش وما تخافش روح القدس. ده اسمه إيه اللي فات ده؟ ده جاء فعلين في إنجيل يوحنا أصحاح 16 عدد 8 يبكت العالم روح القدس. وجات كلمة تاني في أعمال 2 لما سمعوا نخصوا في قلوب. يعني ممكن واحد يكون بيسمع الكلام ده ومتضايق ونخص في قلبه. النخص والتبكيت دي حاجة ملذة، يعني زي مساج أو ساونا أو يعني في غرفة لا، المساج شيء البتاع ده، التبكيت والنخص شيء مؤلم جدا. فيصرخ يقول آه يا خطاياي، روح القدس يقول لي ما تخافش يا ابني تعال، ما تخافش يا حبيبي تعال، ويقوده إلى إيه بقى؟ إلى صليب المسيح. الإيمان القلبي بشخص المسيح وعمله الكامل الكافي على الصليب، هذه اللحظة اللي بحكي عنها يقودني الروح القدس، يقود روحي أينما كنت. وأنا بشاهد الحلقة دي دلوقتي وأنا موجود في البيت، ممكن بشاهد الإعادة، كان عندي سؤال وما لحقتش، المهم أي حاجة، وأنا واثق أنه في الإعادة رب هيتلامس مع نفوس كثير وتكلم مليون في المية كثير. لأن ده كلام الله يقودني إلى مواجهة الحقيقة، اكتشف إيه الخيبة دي، إيه العار اللي أنا فيه ده، إيه الضباب اللي أنا فيه ده، إيه القبح اللي أنا فيه ده، إزاي أنا أهنت المسيح بهذه الصورة، إزاي أنا رفضت محبة الله، ارحمني يا رب، آه يا خطايا. يعمل لي إيه بقى؟ يقول لي ما تخافش، الروح القدس اللي كان بيبكتني وينخصني وما تخافش، أعمل إيه؟ يقول لي تعالى هنا، تعالى آدي اللي مات لأجلك على الصليب، آدي اللي غفر خطاياك، آدي اللي قدم حياته لأجلك. فأول لما أصل للحالة دي أسمع صوت الحلو بيناديني مغفورة لك خطاياك، مغفورة. أنا سمعتها سمعتها 29 فبراير سنة 68، ومن يومها ما ندمتش أبدا، كنت ولد في ثانوي. حقيقة بقول للمشاهد الكريم شوف اعمل اللي انت عايزه، لف بص، جربنا كل حاجة لكن هذه هي اللحظة، ما حصلتش يبقى انت مقبل على كارثة. وتنتظرك دينونة الله العادلة زي ما بيقول الكتاب. امين. وبنصلي ان كل نفس بتسمعنا النهارده اخي سامي تاخد الخطوه دي. امين. وتقبل يا رب يسوع مخلص لحياته، ورب يسوع بيناديك من خلال كلام الاخ سامي. لو انت لسه ما خدتش الخطوه دي وضمنت ان رب يسوع يكون سيد وفاز ومخلص لحياتك، اطلب منه دلوقتي واحني قلبك وراسك وقول يا رب انا بقبلك في قلبي بالايمان مخلص، اقبلني، اغفر لي خطيتي، طهر لي اثامي، اغسلني بدم المسيح، اكتب اسمي في سفر الحياه، انا بتوب عن كل الماضي وبتبعك وأؤمن بيك وأعيش ليك وأخدمك. الباب باب التوبة لسه مفتوح، فقدم قلبك ودي حياتك لرب دلوقتي قبل ما تفوت الفرصة. رب فتح إيديه وفتح قلبه ليك وبيدعوك أنك تاخده النصيب الصالح الذي لن ينزع منك. التوبة اللي هي العمل اللي قلت عليه ده بيجريه الروح القدس معاه، ما توصلش السماء بس، دي لسه يبقى الإيمان القلبي البسيط شخص المسيح اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس اللي بيقول انه ده ابن الله. لا، اللي جه واخد صورة انسان وعاش في فلسطين من 2000 سنة ومات على الصليب وقام وهو دلوقتي في المجد، هو ده اللي ياخد بايد الخطاة ويغيرهم الى ابد الامين. امين. في نقطة تانية اخسام نفسي نتكلم فيها ما نهيش حلقتنا غير لما نغطيها، انه ممكن يكون بعض الاختلاف، يعني واحنا كمسيحيين بنختلف مع بعض كنايس او كطوائف او كافكار، ويعني يبقى في جوانا يعني ان احنا بنرفض مثلا بعض او ان احنا ما فيش انسجام، وده مش فكر المسيح. يعني المسيح جسد واحد وكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه، فده ضد فكر المسيح ان انا اقف ضد فكر اخر وان انا ادين وان انا اعمل صراع ومشاكل في الأمر دوت، لأنه إحنا بنؤمن بكتاب واحد بإله واحد رب واحد مخلص واحد. كلام ده سؤال مهم جدا يا أخت منى. الحقيقة أنا ممكن يكون واحد بيشاهد الحلقة دي ويرفضني، أنا يرفض كلام أو ما اللي بقوله يعني، لكن أنا أحبه حتى لو رفضني وسأبقى محبا له. نظرة العالم غير المسيحي للمسيحيين ونظرة المسيحيين لأنفسهم نظرة عايزة مراجعة يراجعها الناس،
بقول لغير المسيحي وانت بتبص المسيحيين من برا نظرتك دي عايزة مراجعة، وبقول المسيحيين وهم مهمومين بظروفهم وبيبصوا البعض من جوه برضو دي عايزة مراجعة. المراجعة أساسها كلمة الله. نمرة واحد، الكنيسة في نظر الله كنيسة واحدة في كل بلاد العالم في كل التاريخ راقدين وأحياء، فهي كنيسة واحدة. ولقد طلب الرب يسوع المسيح في صلاته قبل الصليب كرئيس الكهنة في يوحنا 17 قال طلبة ما أروعه، أريد بخاطب الله الآب أريد أن يكون الجميع واحدا كما نحن أيها الآب واحد، كما أنا وأنت أيها الآب واحد. هل رفضت طلبة الابن الحبيب؟ لا، لقد قبلت طلبة الابن الحبيب. هل ترفض له طلبة؟ واحد يقول لك ده في المستقبل، لا، عندما طلب استجيبت وتأسست الكنيسة في أعمال الرسل. إذن الكنيسة في نظر الله هي كنيسة واحدة. أنا يعني من خلال هذا المفهوم قال عنه الرب في إعلان قيصرية فيلبس متى 16 لما اعترف بطرس بلسان الله الآب وضع عليه هذا الكلام، لما قال له الرب يسوع المسيح للرسل في قيصرية فيلبس ومن يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، قالوا له ناس بتقول إيليا وناس بتقول واحد من الأنبياء وناس بتقول إرميا وأنتم من تقولون، وهنا نرى شهادة المؤمنين نفسه. فقال بطرس أنت المسيح ابن الله الحي، فرب يسوع قال له طوبى لك يا سمعان ابني لأن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات هو أعلن. وبعدين قال له إيه بعدها؟ أنت بطرس الصخرة اللي اسمك صخرة، وعلى هذه الصخرة صخرة تاني صخرة الإيمان بهذا الإعلان اللي هو المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة أبني أنا كنيسة واحدة. شايفة ازاي؟ وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالكنيسة بهذا المفهوم الروح الكتابي هي كنيسة واحدة في كل العالم. لكن في العهد الجديد قال لنا الكتاب انه في كنائس محلية، كنيسة الله، كنيسة التسالونيكيين في الله الآب في اليونان، كنيسة غلاطيا في تركيا، كنيسة أفسس، كنائس الرؤية السبعة، مناطق محلية، كنيسة كورنثوس، كنيسة فيليب وهكذا، كنيسة أورشليم. وقال عن الفكرة دي المكان المحلي اللوكال ده قاعدين فيه بيجتمعوا مع بعض، قال لهم في كورنثوس الأولى 14 ما تجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. يبقى المكان الواحد هو المكان اللي احنا بنقول أنا رايح الكنيسة صح؟ لكن الكنيسة هي جسد المسيح الحي، جماعة المؤمنين الحقيقيين المولودين من الله في كل بلاد العالم في كل التاريخ، اتغسلوا بدم المسيح، سكن فيهم الروح القدس، أعطاهم الله طبيعة جديدة، يعيشوا حياة محترمة في السر، وبعدين هيكمل معاهم الرب وصلهم بيت الآب زي ما وعدنا في يوحنا 14. كنيسة دي في كل العالم كنيسة واحدة زي ما قال في متى 13 لؤلؤة واحدة كثيرة السماء صح؟ طيب اللي شايفه العالم بقى، قلت نظرة العالم وغير المسيحيين ونظرة المسيحيين لأنفسهم، شافوا الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية أو الطوائف البروتستانتية، أهو لا ده المكان المحلي وكل عقيدته معتمدة على الكتاب المقدس كلمة الله الموحى بها من الله خلاص. لكن هذا الآخر اللي هم غير المسيحيين يجب أن ينظروا للكنيسة من نظرة الله لها اللي هي الكتاب، زي ما بيقول الكتاب أنها كنيسة واحدة، ونحن يجب أن ننظر إلى أنفسنا نظرة واحدة. جميعكم إخوة كلكم، قال لهم يوسف قال لإخواته لا تتغاضبوا في الطريق. أثناء وجود الرب على الأرض كانوا يتكالمون فيما بينهم، يقول لك كده بالنص، قال لهم الرب فيما تتكالمون بينكم فيما بينكم، يريد أن يكون فلان الأعظم، يريد أن يكون حب الرئاسة والتسلط زي ما كتب كاتب رسالة بطرس الأولى أصحاح 5، ولا لمن يسود على الأنصبة ولا ولا ولا.
هذا التباين هو تقسيم لجسد المسيح. كنيسة فيها لها تشبيهات كثيرة في كلمة الله، فمثلا كل تشبيه يقصد به حاجة. فلما يقول مثلا في يوحنا 10 وتكون رعية واحدة لراع واحد، يبقى قطيع محبوب وغالي له الراعي الصالح اللي بذل نفسه لأجل الخراف ويحبوا بعض وهو بيعرفه. لما يقول فلاحة الله، أنتم فلاحة الله، كورنثوس الأولى 3:9، يقصد إيه؟ يقصد يجب أن يكون للكنيسة ثمر. كنيسة مالها ثمر تبقى مأساة. لما بيقول بناء الله، لو أنت ماشية في أي طريق ولقيت عشة تقولي اللي ساكن فيها إيه؟ فقير قوي. لكن لو لقيت قصر فخم جدا يبقى اللي ساكن فيه إيه؟ عظيم. يجب أن الكنيسة تعلن أن ساكنها عظيم. لما يقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، يبقى عايز يقول أن الطريق الوحيد المقبول للعبادة وإكرام الله هو في عبادة الكنيسة. أنتم هيكل الله وهذا الهيكل مقدس، وهكذا. لما يقول أنا عايز أقول حاجات كتير، لكن لما يقول مثلا الكتاب عن الكنيسة جماعة المؤمنين إنها جسد واحد، يقصد مليون حاجة. لما يقصد مثلا إن الكنيسة عروس وعريس، عروس المسيح، في رسالة أفسس أصحاح 5 وفي سفر الرؤيا أصحاح 19، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، حاجة تفرح بصراحة. كل التشبيهات دي تتكلم مثلا العروسة عن الاشتياق والتوقع وانتظار مجيء الرب. لكن لما بيتكلم عن الجسد، دي الفكرة اللي ركز عليها الروح القدس هنا في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12. كنيسة في الاجتماع المحلي الواحد. افرض أنا مثلا في مدينة بيروت أو في مدينة القاهرة أو في مدينة باريس، وإحنا مؤمنين مع بعض، اسمنا إيه؟ الألقاب دي كلها وغيرها، عمود الحق وقاعدته. لكن لو طبقنا مثلا فكرة الجسد، ايه اهم حاجة في الجسد؟ الاحساس، بيحس ببعضه. اؤكد لكل المؤمنين حول العالم ان المسيح الرأس، وده الجسد هي الكنيسة، المسيح الرأس يجب ان تخضع له الكنيسة. بيقول لها انا بشعر بيك في كل ألامك. يعني هاب كنيسة ان في كنيسة مضطهدة في مكان ما في العالم كله، ما اتعس المضطهدين، ما اتعسهم وما اروع المضطهدين. يعني ايه؟ يعني كنيسة الرب كجسد المسيح اتعرض لمعاناة واضطهاد، واخد بالك، اي حاجة، وهدم وحرق وتفجيرات في اي مكان في العالم. خلي بالك، هذه الكنيسة كجسد المسيح الذي يقوم بهذا العمل، الذي يقوم بهذا العمل سواء كان منفذ أو مدبر أو مخطط أو يعلم ولا منع، لم يأخذ موقف، خلي بالك، يعلم ولا منع. الكبير اللي هو كبير الكون اللي هو المسيح رأس الكنيسة، رأس الجسد، هيطلع إيده من حضنه. ويوع من سكته لما يطلع ايده من حضن. يا الهي، يا مناس عملوا كده، والرب، الرب مد ايده. ولما يمد ايده، لما قال لبولس اللي هو شاول الطرسوسي، لماذا تضطهدني؟ طريق دمشق. فانكفى مش لماذا تضطهد الكنيسة ولماذا تضطهد اولادي، قال له تضطهدني انا. الراجل اتحفرت في اعماقه، اللي هو رسول بولس شاول الطرسوسي سابقا، تحفرت في أعماقه هذه العلاقة، جسد ورأس. كتب لنا في كولوسي وكتب لنا في أفسس الرسالتين دول موضوع أن الكنيسة جسد المسيح وهو رأس بغنى. فالموضوع ده علم فيه، أنت بتضطهدني أنا. فبقول للمؤمنين اللي بيتعرض للمعاناة والألم حول العالم، ولا سيما في منطقتنا العربية، طبعا المؤمنين الحقيقيين مولودين من الله، لكن افرض مسيحيين خطاط لم يتغيروا بعد، حتى لو اضطهدوا لدرجة الموت، هو دخول السماء على أي أساس؟ دم المسيح. وليه؟ على أساس دم المسيح. الدخول، دخول السماء في الأبدية السعيدة مبني على قبول المسيح في القلب، أساسه المدفوع دم المسيح. بقول لكل المسيحيين في العالم
إلجأوا إلى صليب المسيح، اقبلوا خلاص الله. يجب أن تعرفوا الولادة الثانية من الله. لو أنت يعني حصل لك أي حاجة وأنت خاطي، مصيرك صعب، مصيرك صعب. توجد طريق واحدة. يعني الناس تقول لي كل الطرق تؤدي إلى روم، لا، مفيش حاجة اسمها كل الطرق تؤدي إلى روم. طريق واحد يؤدي للسماء، صح ولا غلط؟ فالجسد ده ليه رأس بيحس بيه، وإحنا لازم نحس ببعض. وفي الجسد ده نلاحظ حاجة بقولها بسرعة خالص. أول حاجة التنوع، دي إيد ودي رجل ودي عين وده أنف ودي أذن. لاحظي معايا، في أعضاء ظاهرة اللي أنا حكيت عنها، وفي أعضاء مختفية. من شايف القلب؟ من شايف الطحال؟ من شايف البنكرياس؟ شايف المخ المحطوط في العلبة دي اللي فوق يا راس؟ شايفها؟ في أعضاء ظاهرة وأعضاء الغدد الصماء، في أعضاء كبيرة زي الرجل والإيد، وفي أعضاء صغيرة زي البيتيوتري اللي هي الغدة النخامية في قاع المخ وراء الأنف، دي المايسترو بتاع كل الغدد. عارفة لو دي جرى لها حاجة الإنسان كله يضيع. أنا مش دكتور بس معروفة. فدي غدة صغيرة جدا. قال عنها في كورنثوس الأولى، الأعضاء عندنا أعضاء لها كرامة وأعضاء ليس لها كرامة. لنا أعضاء جميلة وأعضاء قبيحة. في أعضاء ظاهرة وأعضاء مختفية، أعضاء كبيرة وأعضاء، كله يدوب في بعضه، كله يحب بعضه. عندنا في الكتاب المقدس إعلان كلمة الله، الغني يحب الفقير والفقير ما يحقدش على الغني، المتعلم يحب غير المتعلم والغير المتعلم لا يغار من المتعلم. شوف ازاي، اللي عنده مواهب طبيعية يقدر الذي ليست عنده مواهب يعرفها، واللي عنده اللي ما عندوش مواهب طبيعية يصلي لأجل من له مواهب طبيعية ليأتي بها عند صليب المسيح. شوف الروعة، هذا ما يجب أن يكون في الكنيسة. تلاقي 100 حاجة، التنوع، تخصص الوظائف بتاعة الأعضاء. ما ينفعش كلنا نبقى وعاظ، ما ينفعش كلنا نبقى عندنا قنوات فضائية. يعني ما ينفعش، يعني لازم تبقى في قنوات فاعلة قوية. ما ينفعش أي، يعني أنا آسف بقول الكلام، ما ينفعش يبقى كلنا، لا. دي تيجي إزاي؟ يعني بيقول له لو كان الكل عينا فأين الشم؟ لو كان ما تقدرش الرجل تقول للإيد أو الإيد تقول للرجل لا حاجة تلي إليك. شايفة؟ التنوع والتخصص. فمثلا الإيد تقول للرجل أنا أقدر تقدر الرجل تقول لها أنا اللي شايلة الجسم، تقول لها أنا أقدر أشيله. ينفع ولا لا؟ ينفع الواحد يقف على دي، بس هيبقى في وضع زي الأراجوز، يعني هيبقى زي البهلوان في سيرك، فتبقى شيء مضحك. تخيلي لو كان الكل عينا، كله عين، تخيلي كتلة 60 كيلو، 75 كيلو لو مش عامل دايت، لو 70 كيلو، عينين بتاع كورة كده، مش عاملة عينين، كله ودان. فيجب أن نقبل، يجب أن نقبل التعاون، يجب أن نقبل الإحساس، نحس ببعض، يجب أن يكون عندنا احترام بعضنا لبعض. ما أتعس المؤمن اللي خاطب أخوه بطريقة غير لائقة. أخوه جدير بالاحترام والحب. شايفة؟ التعاون، يجب أن يمد الكل أيدي الحب بعضهم لبعض ويتعاونوا مع بعض. الكنيسة كجسد مليانة بالأمور اللي زي كده. فهل نقبل بعض؟ هل نتعاون مع بعض؟ هل نحب بعض؟ هل نحترم بعض؟ هل لا نغار من بعض؟ كل دي أنا لقيتهم حوالي 10-15 حال موجودة في الجسد. هل نقبل؟ هذا ما يريدنا الرب أن نتعلم. موضوع الجسد دوت، وده موضوع مهم وكبير، وعايز حلقات وحلقات يا أخ سامي، وصلاتنا أنه الرب يوصل الفكر ده لكل قلب ولكل شخص يعني مسؤول، ورب مديله مكان خدمة، ورب مديله مسؤولية أنه يوصل الفكر ده. المسيح لم ينقسم على ذاته. آمين. طبعا.
خسامي نفسي في ختام الحلقة حضرتك ترفع لنا صلاة لأجل اللي رب تكلم بيه لنا النهاردة، أنه أمين. يعني تلامس مع نفوس وقلوب كتيرة سمعتنا ويغير مفاهيم كتيرة كانت مغلوطة عندنا بنعمة رب. آمين. بكل اتضاع نأتي إليك يا ربنا المعبود الغالي رب يسوع المسيح، ونشكرك من أجل صوتك وفكرك وكل ما سمحت لنا أن نشارك به في هذه الحلقة، ونشكرك لأجل كل النفوس التي استمعت وتجاوبت. نحن نثق أن الأبدية سوف تكشف عن أمور مباركة تجريها كلمتك في حياتنا. نصلي لأجل اللي اتصلوا واللي سمعوا شافوا ما اتصلوش، نصلي لأجل عملك، أرجو أن تكون كلمتك مقبولة لدينا جميعا، وأن تقودنا إلى التغيير الحقيقي. إن التعامل مع النفس والجسد لا يقود إلى التغيير. أعطنا أن نخضع ذواتنا لكلمتك، أن نتوب عن خطايانا، وأن نقبل شخصك وعملك الكامل الكافي على الصليب. مبارك اسمك إلى الأبد. أذكر اتصلوا وطلب الصلاة وطلبوا معونة من عندك، وأذكر الجميع في رضاك. نحن نصلي لأجل بلادنا، أن تذكر كل البلاد يا رب في، وتعطي استقرار وسلام ومحبة وقبول للآخر في بلادنا العربية، وأرجو أن تستقر الأمور يا رب فيها. وأذكر كل المشاهدين الأحباء في كل مكان، علشان خاطر اسمك الأفراد والعائلات والأسر، لمجد الرب يسوع المسيح، ولك كل المجد. آمين. شكرا جدا جدا يا أختي على الحلقة دي. ربنا يبارك خدمتك ويبارك تواجدك في كاليفورنيا لأجل المؤتمر اللي حضرتك موجود علشانه. استخدمك بكل قوة والمجد اسمه في رفع نفوس أكتر وتوصيل فكر الكتاب النقي الحقيقي. آمين. شكرا. ربنا يباركك. شكرا. أحبائنا مشكركم جدا لمتابعتكم الحلقة، بنصلي كانت بركة واستفادة لكل نفس معاكنا. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء وحلقات قادمة من قناة الكرب. Oh, my God.